فنقول هذا الغيب يعلمه الله تعالى، وربما يطلع عليه بعض أنبيائه وبعض رسله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمهور أنه الله تعالى أطلعه على كل الغيوب إلا الخمسة المذكورة في آخر سورة لقمان. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالجمهور يقول أن الله تعالى أطلع نبيه على كل الغيوب إلا الخمسة، وبعض العلماء يقولون حتى الخمسة. نعم، لكن على القولين هم يقصدون الغيوب المتعلقة بالإنسان، لكن هناك غيوب ليست متعلقة بالإنسان، هذه أصلا ليست يعني لا نبحثها نحن كغيب عادةً.